جديده وفكره جديده تربينا عليها. النهارده كنت بفكر في حاجه حلوه قوي، اهلي ربوني عليها، ربوني على جزء منها مش كلها، ومع الوقت اتعلمت معنى الكلمه دي وهي الثقه. دايما اهلي كان ايام زمان يقولوا لي ايه، تامر احنا بنثق فيك، خليك قد الثقه. وكنت بشوف اهلي اصحابي كلهم بيتربوا على نفس الفكره، مهتمين جدا بنفس الموضوع، لازم يكون ولادنا محل الثقه. وتربينا على ده. يمكن انا من الجيل ده، جيل اللي كان بيسعى طول وقته انه اهله يكونوا واثقين فيه، بس مع الوقت لقيت ان كلمه الثقه ديت اوسع بكتير من اللي انا اتربيت عليها. اتربيت على جزء منها ان اكون عند محل ثقه اهلي فيا، بس فكر بقى، الثقه دي اوسع بكتير. الثقه ديت فكر تعيش بيه حياتك كلها. تعالى نفكر فيه جزء جزء ونبتدي. اول حاجه لازم تثق فيها في حياتك هو ربنا عز وجل. الثقه في الله اسمها اليقين. البني ادم اللي عنده يقين في الله، ياه ده مفيش احلى من كده. تخيل ان انت عندك يقين في ربنا ان كل حاجه بيعملها لك خير. ربنا ما بيعملش حاجه غير خير. لما تعيش بالفكر ده حياتك تتبدل، واسمه ثقه. لما تيجي وتعيش بالفكر ان انت عندك ثقه في احساسك تنجح اكتر بكتير. فكر فيها كده، هتلاقي كل الناس اللي ماشيه باحساسها انجح بكتير من الناس اللي بتشغل عقلها. الناس اللي بتشغل عقلها بتفكر بالمنطق، ومفيش حاجه اسمها منطق. المنطق ده هو اشكال، ونقدر نقول انها افكار احنا سميناها ان ده نجاح. بس النجاح دي اشكال مختلفه، في منها اشكال لسه ما اتوجدتش،